الميكروفون هذا سامعيني تبع حبة وهواي هذا الغنية انت اللي حبة هواي هات يلا وانت اللي حبة هواي والقلب راده شي مختصر معناه انت السعادة حلوة الحياة وياك والدنيا جنة وأيامي يمك حيل صار الهمان كل ما كبرت وياي تكبر محبتك والمشكلة من تغيب تكثر معستك بحبك عشت وتعلقت مو مال عوفك وانسى حبي إلك مالت قبل مو عشق مالت هسه الله 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 الحلاوة دي ما شاء الله عليك ما شاء الله ما يعني الحلقة كلها ما شاء الله محمود حبيبي أنت رجل كلك إحساس حبيبي بس هي شو في ميزات كمطربة فيها باختصار باختصار صوت حضور شكل شكل بس تيجي متأخرة ساعة ونص سهلة 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 هي سهلة وتمسك الموبايل 24 ساعة جيتك قبل الحلقة بساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص جينا على الموعد ومترددة صح؟ ايه مترددة بس مو يعني ما اتخذ قرار بسهولة ابدا صراحة يعني هذا انا اشوفه بالوقت الحالي هذا الشيء مهم مهم يعني الواحد يكون متردد يفكر لا مو متردد مو هذه النصيحة اللي قلت لها فوق هي قلت لها لا شكوى عيني يفكر لا يفكر مو لا لا شو كنا شو في حكي للهواء وتحكي تحت الهواء محمود شكوى عيني لك مصطفى لا في حكي فوق لا هذا وقتنا واحد محتاج يفكر صحيح ايوه يلا ما قلت لها الحكي فوق يفكر يلا لا روحي يا اصلي ما قال لا اكو قلق انا ما احب القلق ما احب الوهواس هذا هو هي عنده وسواس لازم واحد يفكر يلا يلا يخطي طيب احنا حطينا على حساب اصيل حساب محمود لانه اصيل كانت شغاله على التليفون ما قدرنا نحكي لها حطيتي على الحساب بعدين حطيت طيب هات ونشوف شويه اسئله لاصيل ولمحمود طبعا على الانستغرام يعني ما نعرف شلون نشكرك ابو كرم على هالحلقه اللي جنن خاصه بوجود اصوله حنجره العراق الذهبيه حابين نعرف شنو توعي جمهورها بالفتره القادمه ساره شو توعدين ان شاء الله عندي البوم شغاله عليه هذا اول البوم راح ينزل لي ميني البوم هو اربع اغاني ان شاء الله راح ينزل قريبا وان شاء الله يا ربي يعني مثل ما دائما الناس تحبني وتنتظر اعمالي ان شاء الله راح يكون الالبوم شيء مختلف لانه هذا اول البوم راح ينزل لي رسميا حلو حنشوف سؤال جديد محمود يا احلى محمود بالدنيا حلقه ناريه واريد اعرف متزوج له بعد انا احنا معجباته ونحن نريد نسمع اغنيه منه رومانسيه لولو متجوز له بعد لو لا مو متجوز لا ما متزوج بس شكله حيتزوج مو غلط مو غلط مو غلط والله مو غلط مو غلط مو غلط في احنا في سناب نزل على سناب اصيل عم بتشيد فيه بمحمود صح اي طبعا شو قلتي عنه وحتى على الهواء شو قولي هات لشو دا أقول يعني إنه شو قلتي إيه ها دا أقول له أبوي يحبك ومن تحت الهواء انطلب مني على الهواء إنه يعني والدي يتكلم فذكره بكل خير ويحبه مو هذا اللي حكيت عنه هو يستاهل سناب حكيتي شغلات تانية بعد حسد مشي ليش تخرج مني سناب نزلت حنروح لفاصل وراح نتعرف بعده على محمود التركي لكن على طريقة صدى الملاعب